احمد فتحي النهارده اجاد في معانا صحيح. ظهير ايسر، ما عندوش اي مشكله زي ما اتكلمنا قبل الاستوديو ان احمد فتحي من لعيبه الكوره اللي اي مكان في الملعب احمد فتحي موجود فيه ما عندكش فيه مشكله. صحيح. محمد هاني النهارده الحته الهجوميه عاملها كويس جدا، واضح ان برده في كلام على محمد هاني ان هو دايما هتلاقي فراغ عامله حسين الشحات. لا، في كلام كتير قوي النهارده اتقال يا ايمن. انا عاجبني شكل اداء النادي الاهلي النهارده. صحيح. انا بحل شكل اداء النادي الاهلي بغض النظر عن المقاولين وطريقه لعبه، لكن انا عاجبني شكل الاداء اكيد طبعا مع استمراريه مع حاجات اكتر من كده كمان. لا ان شاء الله توصل مباراه الوداد وانت في حاله بدنيه طبعا مطمئن عليها، حاله فنيه، حاله اللعيبه اكيد تبقى احسن من كده بكتير كمان باذن الله رب العالمين.